الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. قرية فقيرة حصلت قصة أقرب للخيال. بطل القصة اسمه مانجي. مانجي عامل في منجم فحم في قريته المعزولة عن العالم البعيدة في جبال الهند. بيفصل بينها وبين أقرب بلد جنبها جبل كبير جداً. علشان يوصلوا لها بيلفوا حوالين الجبل حوالي 80 كيلومتر. زوجة مانجي كانت أغلى شيء بيملكه مانجي، وكان هو كل اللي ليها. كان هو بيسعى لرزقهم، وهي كل يوم بتعمل له أكل وتوصله له الشغل. وفي يوم وهي في طريقها ليه وسط المنحدرات الجبلية والصخور، رجليها اتزحلقت ووقعت جريحة ونزفت نزيف شديد جدا. فتجمع عليها أهل القرية وشالوها كده لحد بيتها وبعتوا لجوزها في شغله. أول ما وصلوا الخبر ساب كل اللي في إيده وجري جري سابق الريح لحد ما وصل للبيت. فللأسف ما قدروش ينقلوها ولا عرفت أي عربية إسعاف إنها توصل لها، ففرقت الحياة وماتت. رحلت ورحل معاها جزء كبير قوي من مانجي. ما قدرش يتجاوز الصدمة، وبعد أيام قضاها في اكتئاب وعزلة خرج مانجي. بس خرج وفي إيده فاس ومتجه ناحية الجبل. أهل القرية انتبهوله وبيبصوا هو بيعمل إيه بالفاس ده، جبل كبير جداً وضخم ومانجي في إيده فاس صغير. الجبل الهائل وقف قدامه مانجي وقعد يكسر فيه وكأنه بينتقم، واستمر في اللي بيعمله ده رغم نظرات أهل القرية الغريبة ليه يوم والتاني والتالت وأسابيع وشهور. مانجي كل يوم بيخرج يكسر في الجبل، كل يوم بيخرج يكسر في الجبل. وفضل مانجي على الحال ده 22 سنة لحد ما نجح لوحده إنه يحفر نفق طوله 110 متر وعرضه 9 متر وارتفاعه 7 متر. راجل واحد بس نجح إنه يخترق شيء عجز عنه كل أهل القرية. وبدل ما كان الطريق من وإلى القرية بياخد ساعات، في طرق جبلية قاسية جداً دلوقتي بياخدوه في دقايق. لما سمعت القصة دي كانت بالنسبة لي حكاية خارقة للعادة. أبهرتني قدرة الإخلاص والتفاني لتحقيق الهدف. يبدو مستحيل لكنه حصل. سر الإخلاص خلى مانجي يحفر في الصخر أكتر من 20 سنة لحد ما وصل للي هو عايزه. سيري بن عطاء الله بيقول حكمة عظيمة جداً عن المعنى ده. بيقول: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. الإخلاص سر من أسراري، أودعته قلب من أحببت من عبادي. تعبيرات استثنائية كده أجراها ربنا سبحانه وتعالى على لسان وقلب سيدي بن عطاء الله السكندري. الأعمال صور قائمة، وكأن اللي بنبذله من مجهود في حياتنا علشان نحقق أهدافنا الدنيوية والدينية هي مجرد حركات وإيماءات بتحتاج لمعنى حقيقي علشان يديها الروح ويرفع من قيمتها. وبيكمل ويقول: وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. كم مرة بيصحينا منبه ويصعب علينا نسيب الراحة ونخرج للشارع بقى والدنيا والمواصلات عشان نخلص شغل أو نقضي مصلحة هتقربنا لهدفنا؟ كم مرة بنفكر في جدوى كل حاجة بنعملها وإذا كانت تستاهل كل المجهود ده ولا ما تستاهلوش؟ ونفكر نخاطر بتقدمنا في شغلنا والمستوى اللي وصلنا له عشان نتبسط بقعدة حلوة مثلاً أو نريح دماغنا؟ مين فينا ما بيضغطهوش شغله ودراسته واللي وراه وبيجي عليه وقت يفكر إنه إيه زقني على كل ده بس؟ كلنا بيجي علينا أوقات وبنفقد الدافع للحاجات اللي كنا هنموت عليها ومتأكدين إن إحنا عايزينها. لو هنخرج بنصيحة واحدة قادرة تنقذنا من كل الأفكار المحبطة دي، من تجارب كل اللي وصلوا لأحلامهم وحققوا نجاح كبير، هي الإخلاص. الإخلاص للحلم، الإخلاص للعمل اللي بنؤديه، ده العامل الأساسي المشترك وراء كل الناجحين. أنا معاك إنها جملة بديهية وبنسمعها كتير جداً، لكن الإخلاص للعمل والتفاني فيه قادر يخلق له الروح اللي محتاجينها عشان يخلص. وهو اللي ألزم مانجي طول 22 سنة بتحقيق هدفه. لأننا لما بنخلص لمهمة أو لقضية أو لفكرة بنديلها كل اللي بتحتاجه بدون أي تفكير. دايماً بتحصل مشاكل وانتكاسات طبعاً، وبتظهر عوائق وعقبات، هي دي طبيعة الدنيا. بدون إخلاص للي بنعمله صدقني هنحبط ونستسلم.
في بداية حياتنا العملية كنا فاكرين إن الحياة أسهل من كده بكتير، وتحقيق أهداف بيحصل زي الأفلام، البطل بيختار هدفه، بتشتغل موسيقى حماسية، بيوصل لهدفه بمنتهى السلاسة والسرعة. لكن في الحقيقة تحقيق الأهداف بياخد وقت، ومفيش طرق مختصرة لأي حاجة تستحق الوصول، ومشوار النجاح بيحتاج أكتر من دوافع علشان يتحقق. ساعات بيهرب مننا الدافع وبيقل الحماس، وكل ما كان الهدف كبير كل ما طالت مدة الوصول إليه. اللي قادر يشيلنا عشان نلاقي طريق واضح ونكرس نفسنا ليه هو الإخلاص والتفاني في العمل، بيدي للعمل روح وبالتالي مرونة هايلة للتعامل مع أي شيء هيقابلنا في الطريق، لأن الحماس بيخلينا نتخيل نهاية الطريق وفرحة النجاح، وده إحساس جميل لكن ما بيدومش لآخر الطريق. الإخلاص بيخلينا نشوف الطريق على حقيقته عشان ما بيكونش عندنا مشكلة أصلاً في أي حاجة تقابلنا والوقت اللي هياخده مننا، فبالتالي بيساعدنا نحط الخطة ونلتزم بيها بدون أي كلل أو ملل، ويحول العمل لروتين ويخليه جزء منك ومن هويتك، وبيدي قيمة لخطواتك الصغيرة، وهو اللي بينمي الخير القليل في نظرنا ويزكيه عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا كان بيجازي بالأعمال على قدر الإخلاص فيها مش بقدر عظمة العمل نفسه في عيوننا، زي قصة بغي بني إسرائيل اللي سمعناها كتير وتقريبا كلنا عارفينها، لما شافت كلب كاد أن يقتله العطش فنزعت الخف بتاعها ومالته مية من البير وسقت الكلب، فنظر الله لها فغفر لها. وواحد تاني هو ماشي في الطريق وجد غصن شوك كبير فأخره فشكر الله له فغفر له. العلماء بيقولوا إنه ليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له، ولكن الأعمال بتتفاضل هنا بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. على قدر إيمانك وإخلاصك العمل بيكون عظيم وجزاءه بيكون عظيم وعظيم. كم مرة بنعمل أعمال ونمتلك أشياء عشان بس صورتنا قدام الناس، مش عشان ده اللي أمر بيه ربنا أو ده اللي هيحقق لنا مصلحتنا الشخصية، رغم إن الحقيقة إن إخلاص أعمالنا الدينية لله بدون طلب استحسان الناس ومدحهم ده مفتاح قبول أصلاً العمل ومفتاح رضا الله، وإنه أحياناً لما تعمل العمل الديني أو الدنيوي علشان بس الناس يشكروك ده بيتحول أصلاً لرياء وممكن تكون معصية وذنب يعاقب عليه الله. الإخلاص لأعمالنا وأهدافنا بدون ما تشتتنا أهداف أو رغبات تانية هو ده مفتاح تحقيق النجاح في الحياة. قرأت مقولة لأحد الخبراء الماليين بيقول إن سرعة نجاحنا بتتحدد فقط بإخلاصنا وباللي مستعدين نضحي بيه. المعنى البسيط ده بيغيب على معظمنا سواء في الدنيا أو في الدين على فكرة، وناس منا حياتها بتضيع بدون ما توعاله أصلاً، وأنا عارف إنه هو شيء مش سهل. إنك تخلص لهدف وحيد وتكرس له نفسك باختيار واعي شيء في غاية الصعوبة، لكن وسيلتنا الوحيدة للوصول زي ما بيقول المدرب الأمريكي فينس لومباردي، تمن النجاح هو العمل الجاد والتفاني في العمل المطلوب. عشان كده ديننا كان قائم على إخلاص العبادة لله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فنلاقي الصالحين من أهل الله كانوا بيجتهدوا دايماً في إخلاص نيتهم قبل أي عمل ناويين يعملوه. يقول أحد الصالحين كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، وده كان منهج أهل الله في تربية النشء والصغيرين، إن هما يتعلموا النية في كل حركة وفي كل سكنة عشان تكون مخلصة لله تبارك وتعالى. عشان بس نتأكد إن مفيش حاجة تشوب نيتنا أو تشتتنا فنكون كأننا بنصرف العبادة لحد تاني غير الله سبحانه وتعالى، وده يدربنا مع الوقت نخرج الناس بقى من تفكيرنا وحساباتنا ونعمل اللي بيعكس رغباتنا احنا مش اللي المجتمع بيستناه مننا. سيدنا الشيخ الشعراوي بيعرف الإخلاص وبيقول إن الإخلاص بأن تكون حركة أجسامنا متسقة مع انفعالات قلبنا، وبدون ما يتوافق اللي في قلبنا مع اللي بنظهره بيتعكر الإخلاص، زي ما ذكر كده عن بعض الصحابة إنه كان بيقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى البدن خاشع والقلب ليس بخاشع. طب هل في مكسب نفسي للإخلاص ده؟ أكيد طبعاً، لأن الإخلاص بيمنحنا حاجة ناس كتير قوي مفتقداها وبيدوروا على سرها، وهو الاتساق الداخلي. بيعلمنا الاتساق مع ذاتنا واحترامها والتواصل مع نيتنا والأبعاد العميقة في نفسنا بمجرد استدعاء الإخلاص في كل أفعالنا، فنربط جسدنا بقلبنا وبروحنا وكل ده نربطه بخالقهم سبحانه وتعالى. فكأن الإخلاص هي القوة الخارقة اللي بندور عليها، اللي تخلينا مؤمنين قوي باللي بنعمله ونخلص ليه، ومؤمنين بقدرتنا على تحقيق هدفنا منه ومستعدين نقدم له التفاني الكامل بدون التخلي عنه ونوجه عقلنا وروحنا تجاهه. فاللهم ارزقنا الإخلاص في النية
والسداد في القول والتوفيق في العمل. وزين القلب بالإخلاص مجتهدا، واعلم بأن الرياء يلقيك في واعلم بأن الرياء يلقيك في العطب.